الدكتورة غادة والي، حاصلة على ليسانس من كلية اللغات والأدب من جامعة كولورادو الأمريكية في عام 1987، كما حصلت على الماجستير في الأدب والإنسانيات من الجامعة نفسها في عام 1995، وهي تجيد اللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية. عملت الدكتورة غادة والي كخبيرة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكانت عضوا في اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي للمرأة. تم تعيينها من قبل الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق كأمين عام لصندوق الاجتماعي للتنمية، خلفا من الدكتور هاني سيف النصر الذي تم تعيينه كرئيس بنك الاستثمار العربي. ومؤخرا التقى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الحالي بالدكتورة غادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، وكلفها بتولي وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك خلفا للدكتور أحمد البرعي، ليلقي على عاتقها مسؤولية كبيرة عادة ما يعاني منها المواطن المصري البسيط. وليد فريد، ممكن. مساء الخير، اهلا وسهلا بكم مره تانية. برحب بضيفتي العزيزه السيده غاده والي وزيره التضامن الاجتماعي. مساء الخير يا فندم. مساء النور. احنا عملنا خطا وقلنا معلومات خاطئه، ممكن حضرتك تصححها لنا على الهواء؟ انا بعتذر عن هذه الاخطاء. لا يعني ما فيش دكتوراه. طيب بالظبط، ده دايما بكرره، الدكتوراه درجه علميه، لازم الناس لما يتقال لها يا دكتوره هما طالما وزيره وتضامن اجتماعي وكان صندوق اجتماعي تبقى دكتوره دكتوره يعني. بس يعني وبعدين برضو انا درست حاجات متنوعه شويه عن المذكوره، بس مش عايزه اضيع وقت الناس فيها يعني. بس كلها لا علاقه بالناس، لا علاقه بالمجتمع، التمويل، المشروعات الصغيره، حاجات ليها صله بالتاكيد بالفقر. طيب استاذه غاده، هيجي رئيس جديد ان شاء الله نهايه هذا الشهر، اول ست هيكون عندنا رئيس ان شاء الله. الحكومه لسه موجوده لحد ما نشوف الرئيس هيعمل فيها ايه. طلب يشوف الوزراء، راحت له الدكتوره غاده والي اللي ماسكه ملف اسمه العداله الاجتماعيه. العداله الاجتماعيه المطلب الذي لم يتحقق لا قبل 25 يناير ولا بعد 25 يناير. وسالك ليه يا استاذه غاده ما تحققتش العداله الاجتماعيه طول الفتره دي بعد ثورتين؟ ليه ما اتحققتش؟ هتقولي لي ايه؟ لا هرجعه ورا شويه. أيوه. مش بس بعد الثورتين، عاده الثورات بيليها فترات من التخبط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، فبالتالي لازم الاول هشرح له اذا اخذنا الافتراض، الموقف الافتراضي اللي حضرتك بتحطه اللي هو مش هيحصل، لان الرئيس عارف ليه العداله الاجتماعيه. بس لما يبقى حد متخصص يشرح له بارقام ومعلومات. بالتاكيد يعني هنشرح طبيعه النمو قبل الثوره، وانه النمو كان نمو غير معني ولا موجه للفقراء. نعم. وانه كان نمو في مجالات لا تؤدي الى اتاحه فرص عمل، وان الفقر في مصر مرتبط بالبطاله ومرتبط بادماج الفقراء، وإن الإرادة السياسية مهمة جدا علشان العدالة الاجتماعية تتحقق. مش بس الإرادة السياسية، الإرادة السياسية وإتاحة موارد خلف هذه الإرادة. نعم. يعني مش political will، political determination، بمعنى أن يكون هناك إصرار على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال رؤية لإصلاحات اقتصادية واجتماعية بتوجه الدعم للفئات التي تستحقه فعلا، وتجعله دعما يؤدي إلى الخروج من دائرة الفقر، لا يكرس الفقر، يؤدي يدفع الناس للعمل مش يؤدي على إلى الاعتمادية أو التواكل، إنه يكون القرارات مثلا الأماكن اللي تستثمر فيها الدولة يكون هي الأماكن اللي فيها الفقراء، إنه يكون العدالة الاجتماعية دي نتيجة لحزمة من السياسات في مجال التعليم، في مجال الصحة، في مجال البنية التحتية والاستثمارات، في مجال تمويل المشروعات، التركيز على إتاحة التمويل وإدماج الفقراء في النشاط الاقتصادي، سواء من خلال إتاحة تمويل ليهم في مشروعات متناهية في الصغر أو في مشروعات صغيرة، إتاحة تدريب في مجالات سوق العمل محتاجها فيقدروا يشتغلوا، مجموعة تشريعات تسمح بإدماج الفقراء وتدعمهم، أيضا إنه الدولة تدعم الفقراء سواء دعمها المباشر أو دعمها غير المباشر يكون فعلا بيستفيد منه الفقراء، وتحاول تسيطر على نسبة التسرب اللي بتذهب للأغنياء.
كده بس تبقى كده اتحلت؟ لا انا بشرح له حضرتك بتقول لي ليه ايوه، ما هو لو اتعمل ده هتبقى اتحلت بالتأكيد. ممكن ان نصل للعداله الاجتماعيه بالتاكيد لو قدرت انك تحقق فرص عمل وقدرت انك تحقق نمو يكون العائد منه بيوزع بعداله، وانك تقلل الفجوات سواء الجغرافيه بين المناطق او بين الطبقات، وانك ايضا تضع سياسات من التعليم والصحه والنقل، وكل سياساتك تكون بتاخذ في الاعتبار حقوق الفقراء واحتياجات الفقراء وواقع الفقراء، وترفع الحواجز اللي بتمنحهم من الاستفاده من الخدمات اللي بتقدمها الدوله، انك تقلل من الفساد، وانك تشتغل بشفافيه، وانك تتيح للفقراء اليات علشان يعبروا بيها عن احتياجاتهم وتسمعهم وتشوفهم. بالتاكيد هتقدر تحقق العداله الاجتماعيه، مش هتحققها في سنه ولا اتنين ولا ثلاثه ولا كام، ومش هتحقق، لكن تقدر تحققها باسرع مما نتخيل كلنا. يعني ممكن 5 سنين يبدو ان عندنا انعكاس في، المهم ان الواحد نبتدي يكون في رؤيه واضحه، وانه يبتدي على الطريق الصحيح، ويكون دايما بيتقدم في اتجاه هدف واضح. وتاكد حضرتك انه المجتمع هيكون مساند جدا لو شاف هذه الرؤيه وكانت الدوله والحكومه عازمه على المضي فيها. طيب اذا قلنا وسالك برضو الرئيس وقال لك طيب من وجهه نظرك ده تاريخ قديم متراكم، ليه ما حصلش اي خطوات حقيقيه من بعد الثوره 25 يناير؟ بلاش 30 يونيو، اقرب شويه. يعني خليني اقول لحضرتك انه في خطوات حصلت بعد الثوره، وفي خطوات مهمه جدا كانت رفع رواتب اغلبها، او الحقيقه دي مش بالضروره خالص بتؤدي الى العداله الاجتماعيه يعني، لكن اللي انا بقصده انه في خطوات كثيره. حضرتك لما تنظر الى الدستور وما تضمنه، فهي في كثير من التوجه في الدستور نحو تحقيق عداله اجتماعيه. اصبح موضوع العداله الاجتماعيه هو موضوع على رأس أولويات كل الحكومات اللي جت، فأصبح هناك وعي أعلى لدى الحكومة ولدى الوزراء ولدى رئيس الحكومة بأن موضوع العدالة الاجتماعية ده موضوع أساسي وموضوع لا يمكن تجاهله، وأصبح هناك عمل في أكثر من وزارة وتضمين لحقوق الفقراء والفئات محدودة الدخل في كل السياسات والبرامج. احنا النهاردة بنتكلم، أكيد حضرتك بتسمع أكثر، عن إسكان للفئات الأكثر فقرا، عن استثمارات في الصعيد بشكل أكبر، عن قروض متاحة في محافظات أكثر فقرا، عن خريطة للفقر بتوزع الفقراء وبتشوف هما فين بالقرية وبالنجع وبالمدينة وبالقسم. فأصبح هناك وعي أعلى، والوعي مهم جدا. أصبح هناك عمل على إتاحة المعلومات وعلى تبادل المعلومات بين الوزارات ومحاولة الوصول للفئات الأكثر فقرا وتعريفها. أصبح هناك أيضا عزم لدى الدولة إن هي قبل ما تاخد أي قرار اقتصادي بتشوف تأثيره إيه على الفقراء، وبتشوف حصة الفقراء إيه من أي قرار بتاخده. طيب في مكالمات مع السيد المهندس إبراهيم محلب كنت بناقشه في الدعم وبسمع منه، هذا الرجل أنا أحترمه كثيرا، فقال لي إحنا ما بننامش، احنا المجموعه الاقتصاديه مجتمع دائما، وانا حريص ان تكون مجموعه الحمايه او مجموعه الامان الاجتماعي. الامان الاجتماعي بالظبط، انا بحاول اجيب التعبير اللي قاله لي حضره. قلت له يعني ايه الامان الاجتماعي؟ قال لي يعني وزيره التضامن حضره علشان نحافظ على الطبقات الفقيره على محدود الدخل فبنعمل حساباتنا في هذه الاجتماعات. بتعترض على ايه؟ قلت لهم لا، على ايه؟ طالبت بايه؟ لا يعني انا احنا الحقيقه كلنا متفقين ان في هذه الاجتماعات ان احنا كل قرار ناخده نشوف تاثيره على كل طبقات المجتمع، ايه تاثيره على الاغنياء وعلى الطبقه المتوسطه وعلى الطبقه الفقيره وعلى افقر الفقراء. نعم. ايه تاثيره على النشاط الاقتصادي؟ ايه تاثيره على التضخم؟ ايه تاثيره على الحضر؟ ايه تاثيره على الريف؟ ايه تاثيره على الاستثمار؟ وبالتالي بنتناقش وبنراجع المعلومات وبنقارنها ببعض، وبنقارن أيضا تجارب الدول الأخرى وإيه اللي منها يناسبها وإزاي نطوعه للي احنا بنعمله. كل وزارة بتعرض برامجها
تموين بيقول هيعمل ايه في مجال دعم السلع التموينية، السيطرة على الأسعار، السيطرة على الأسواق، تحسين منظومة الخبز، صحة بيتكلم عن تطوير الأداء والخدمات الصحية، التأمين الصحي، ويعني فأنا بجمع البيانات اللي ليها صلة بالخدمات الاجتماعية وبتقديم بتحسين الخدمات الاجتماعية، وبنعرضها وبنتناقش فيها ونرجع نبص لها تاني وهكذا. وانا بحاول اخرج منك معلومة بس حضرتك برضو حريصة. اوكي، انا بتكلم عن لما بتقولي لهم عندنا عدد قد ايه شديد الفقر اللي هو عندهم عوز، فعلشان ننقذهم نلحق دول عشان نوصلهم لمستوى الفقر، نعمل ايه بسرعة وازاي هنقدر ناخد الفقراء ونحاول نخليهم من محدود الدخل ارفعهم اذا كان النسب او التدرج اللي انا بقوله ده هو الصحيح؟ لا يعني تمام. حضرتك انت لانك انت اللي ماسكه دول وعارفاهم كويس قوي، بتقول لهم نعمل ايه؟ لا، بقول لهم نعمل حاجات كتيره. بقول لهم ان مش كفايه نعمل حاجه واحده، بقول لهم ان لازم كل وزاره تاخذ هذا الموضوع في الاعتبار. بقول لهم ان احنا عندنا قاعدة بيانات في الوزارة فيها الحاصلين على معاش الضمان الاجتماعي، ان احنا لازم نتوسع في التغطية اللي بنقدم فيها هذه المساعدات الضمانية من حيث العدد ومن حيث الفئات ومن حيث التوسع الجغرافي، بمعنى ان احنا عندنا 1,450,000 حاصل على معاش ضماني شهري. 1,450,000. ايوة. وبالتأكيد احنا بنتكلم عن عدد من الفقراء يستحق مساعدات ضمانية اعلى من هذا الرقم. ده اللي هو بياخد كام بقى؟ ده اللي هو الاسره بتاخد 450 جنيه، وده اللي الحكومه دي في 9 مارس زودته بنسبه 50%. يعني هو كان اقل من كده، بعد ال 50% زياده اصبح الاسره 450 جنيه. نعم. بس كده. طب ده الفقر قوي. يعني ده الفقر المدقع. ده بنتكلم عن مليون وشويه. بنتكلم عن التوسع في المظله، مظلة المساعدات الضمانية، وازاي نزود عدد الناس دول، ولما نزودهم نزودهم بأي معايير، ايه هي خصائص الأسرة اللي تستحق المساعدة وازاي نتعرف عليها وازاي نوصل لها. بنتكلم ايضا عن المعاشات واصحاب المعاشات وازاي ان احنا محتاجين ايضا نتوجه لهم. بنتكلم ايضا على ايه الخدمات الاخرى اللي الاسره محتاجاها. هذه الاسره مش بس محتاجه ان يكون عندها معاشات ضمانيه ونزود عددهم، نضاعف العدد مره واثنين كمان، لكن محتاجه ايضا تامين صحي، محتاجه ايضا ان احنا نعفيها من الرسوم المدرسيه ففي مساعدات للطلبه، محتاجه ان احنا نتيح لها فرص عمل ففي استثمارات في مشروعات تشغيل كثيفه العماله، محتاجه ان احنا نصمم بعض التدخلات المشروع لبعض الفئات، ان في فئات كمان محتاجه مساعده لانها غير قادره على العمل ولن تستطيع العمل، بمعنى فئه المعاقين اللي نقدر نعمله لها، فبنقول ازاي نوصل لهم، ايه اللي نقدر نقدمها لهم، ايه اوجه القصور ليهم، المسنين فوق سن معين العاجزين عن العمل، دي فئه ايضا محتاجه، وهكذا. ففكرة تعريف الفقراء، الوصول ليهم، التعرف عليهم، ويمكن حضرتك سمعتنا بنتكلم أكثر من مرة وسمعت دولة رئيس الوزراء بيتكلم عن ربط قواعد البيانات. احنا عندنا قاعدة بيانات في التموين فيها 17 مليون بطاقة تموينية، وفي عندنا قاعدة بيانات في وزارة التضامن فيها 1.5 مليون أسرة بتحصل على معاشات ضمانية، وعندنا قاعدة بيانات التأمينات ودي فيها حوالي يعني كل أصحاب المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، فبنتكلم عن 20 مليون ملف تقريبا، وعندنا قواعد بيانات للناس اللي عندهم تليفون محمول والناس اللي عندهم كهرباء والناس اللي عندهم والناس اللي عندهم سيارات، وبالتالي ربط قواعد البيانات دي هيخلينا نقدر نعرف الأستاذ خيري مؤمن عليه ولا لأ، الأستاذ خيري بيصرف قد إيه على المحمول وبيصرف قد إيه على فاتورة الكهرباء، والأستاذ خيري ده بياخد معاش ضمان ولا لأ، والأستاذ خيري ده بيشتغل ولا ما بيشتغلش. الأستاذ خيري ده هو سبب الأزمة اللي حصلت. فالأستاذ خيري ده ممكن يقول لنا هو ما بيشتغلش وإنه ما عندوش دخل، لكن لما بنراجع قواعد البيانات هنلاقي الأستاذ خيري ده عنده عربية وبيدفع 300-400 جنيه محمول وبيقول لنا إن هو ما بيشتغلش، فبالتالي ده الأستاذ خيري ده لازم يتشيل في ميدان عام. لا بالعكس، بالعكس، هو بس ممكن يكون يعني يعمل في اكثر من عمل في قطاع غير الرسمي وعنده دخل غير منتظم. يعني اقصد هتضطر لما يبقى عندك قاعده البيانات دي وتقدر تبص على الناس بتحصل على ايه، هتكتشف حاجتين. هتكتشف ان في مستحقين كثيرين ما دخلوش وما بياخدوش حاجه، وفي ناس بياخدوا محتاج انك ترفع عنهم بعض انواع الدعم.
محتاج تنقي الحاصلين على بطاقة التموين، ومحتاج تدخل ناس جديدة يضافوا لبطاقة التموين. نعم. في معاش الضمان، في ناس محتاج انك تطلعهم، ومحتاج تدخل ناس كتير قوي اكتر من الموجودين. فده هيسمح لك انك تنقي قواعد بياناتك، وبعدين لازم تجد آلية أيضا لأنك مش بس تحسن استهدافك وتسمح للناس بالتسجيل، لكن آلية أنك إزاي توصل للناس دي، توزع لهم خدمات دي إزاي، وكمان يكون في آلية للشكوى، أن الناس تيجي تقول أنا لم يتم ضمي لهذه القواعد البيانات، أنا محتاج أدخل، أو فلان ده دخل وده غلط. فدي الآليات الأربعة اللي بتطبق في كل دول العالم فعلا. النهاردة كان عندنا اجتماع الحقيقة يثير التفاؤل، لأن ابتدينا نجرب في بعض المحافظات ونقارن البيانات، وأصبح في روح في الوزارات المختلفة إنها تشتغل مع بعض. ممكن بعد الفصل تحكي لنا شوية في الاجتماع النهاردة وإزاي الدنيا بدأت تبقى واضحة. تمام. مش أنا عايز أتكلم في الدعم كمان وأفهم ليه من ساعة ما اتولدت وأنا بسمع عن رفع الدعم، وكل حكومة تيجي تتكلم عن الدعم وإحنا كإعلاميين ويناقشونا ويقولوا لازم تساعدونا، وبعدين أكتشف إنهم بيهربوا من هذه المواجهة. إذا كان رفع الدعم هو لصالح الفقراء والأغنياء، أغنياء مهما حصل هيقولوا ماشي، ليه الحكومات المتعاقبة بتيجي عند هذه النقطة؟ وليه حاسس أن الدكتور إبراهيم محلب قلع الجاكت وداخل في المسألة بصدره؟ بعد الفاصل أواصل مع الدكتورة الأستاذة غادة ولي.